وطرحنا فيها ارتبط بالقرآن الكريم منذ خلال الارتباط قليلا وقليلا ومنهم عرف منذ بداية الأولى لمنطلق أن الدعوة في سفر وطرح خارقة فوضى وعلى تمرس على اتخاذ قواعد التجديد وتطبيق ذلك الاهتمام بضروره مع الرسول والصلاه ومدرسه القران الكريم حتى لا تستطيع الدعوه درس النص التطوري. كان منهم سلفا ثانيا مثل حركات القران الكريم فرحا جدا نفسا نعوذ بالله لا تفنى قبل لا تفنى قبل الشواهد والجوائز. نسأل الله عز وجل له التوفيق في مسيرته القرآنية وليتفضل مشكورا.
أصحاب الجنة هم الفائزون. رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن
لولا اسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى. يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به ما ساء من دنيانا واحفظ به الأوطان واجمع شملنا فالشمل مزق والهوى أعيانا وانصر به قوما تسيل دماؤهم في القدس وحيثما كانوا ابناء إخوان. جزاك الله خيرا أستاذ أنور على ما أسمعتنا من كتاب الله الحق ونفعنا الله بما أسمعتنا إياه. أدعو الأستاذ علي جوضي عضو مكتب منطقة حركة توحيد الإصلاح بفاس لتسليم درع التكريم له. يتفضل مشكورا. لا عجب إذن أن نتذكر الأستاذ العربي غزال رحمه الله في آخر محور معه كان في معهد تروال قبل أن يموت رحمه الله، حيث أشاد وتوسم خيرا في حفظة القرآن الأبرار وتبسم بهم خيرا وقال أنهم هؤلاء هم من سيكون لهم شأن في المستقبل، ولذلك نحن علينا كلنا أن نسعى إلى أن نعلم أبناءنا حفظ القرآن ونحفظه بأنفسنا، لأنه في الأخير هو الشيء الأساس الذي نتبعه وعليه بني إسلامنا. وشكرا. يا حتمة القرآن، يا حتمة القرآن جئت عظيمة بجهود قوم ثبتوا الأركان، بجهود قوم ثبتوا الأركان بدءا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا، حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون فرحا بالتقى مزدانا، لبناتهم ثمنت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدر سمانا. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا، آن الأوان لتكمل البنيان. والآن نترككم مع كلمة تربوية حول فضل قراءة القرآن وتلاوته، يقدمها لكم نائب رئيس حركة توحيد الإصلاح الأستاذ أوسر المال، فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعه وتابعي تابعيه ومن تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين. عشرة الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحق ما قالوا ليش كاين الكلمة، لكن هي فرصة، هي فرصة طيبة أذكر فيها نفسي وإخواني وأخواتي بأمر هام. القرآن الكريم وكل شيء في حياة المؤمن، القرآن الكريم وكلام الله الذي أخرج به البشرية من الظلمات إلى النور، وهو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو المخرج والملاذ من كل فتن الدنيا
وهو الذي جمعنا الله عز وجل على موضوعه لهذا الحفل. هو حفل ظاهر من أمره أنه تكريم لهؤلاء الفضلاء من أهل الله تعالى ومن أهل القرآن. قلت هذا ظاهره، لكن حقيقته هو تكريم لهذا الحفل الذي تفضل هؤلاء الإخوة وقبلوا أن يأتوا إليه وأن يحضروه. لا أحد من أهل الدنيا مهما كان قدره وجاهه يملك أن يكرم أهل القرآن في هذه الدنيا، لا أحد يملك أن يكرم أهل القرآن.